المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا طارق. صباح الخير يا هند وصباح الخير على حضراتكم. يوم سعيد علينا وعليكم باذن الله. اللي بيتمنى حاجه ان شاء الله يتحقق له النهارده. والنهارده عندنا فقرتين زي ما تعودنا يا هند. حقيقي عندنا فقره عالم الجمال ودي من فقراتنا الثابته دايما يوم السبت، ومن خلالها بنحاول ان احنا نقدم كل ما توصل اليه العلم الحديث في عالم الجمال. النهارده هنتكلم على الوحمات الداكنه، واعتقد ان دي بتقرق كثير من الساده المواطنين ممكن يكونوا بيعانوا من الوحمه الداكنه. تفاصيل اكتر عن كيفيه العلاج من خلال لقائنا مع دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحه التجميل. النهارده كمان هيكون معانا فقره عن عالم التصوير الفوتوغرافي، وهنستضيف احدى فنانات هذا التصوير وهنتكلم عن اسراره. وزي ما بنقول دايما انه الموبايلات بالكاميرات دي يا هند اصبحت هوايه عند ناس كتير قوي. يعني في ناس ما كانتش مفكره قوي ان هي ممكن تروح تصور او ياخد باله او كده، الموبايل اللي في الكاميرا، وابتدينا كلنا ان احنا نصور نفسنا، نصور اصحابنا، نصور فيديو، بقى متاح للكل وبقوا محترفين وبقى في نظره للشكل التصوير. لكن ده مختلف تماما عن التصوير الفوتوغرافي للمحترفين. هنعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع دوت مع ضيفتنا الاستاذه دينا سعيد المصوره الصحفيه، وهنتكلم عن اهم الصور اللي التقطتها. وبالتاكيد التصوير هو نوع من انواع التوثيق لكل تواريخنا وكل حياتنا ان شاء الله. دي فقرتنا الثانيه باذن الله. بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم وفقرتنا الاولى وعالم الجمال والاستاذ الدكتور منير ويليام كبير جراحي التجميل في مصر.